صرخي خواتي خياتي، راكي عارفه اليوم حندير لكم دربل، كان اللي يعرفو كان ما يعرفوش، هذه ماكله تقليديه تاع زمان، هي الحقيقه تندير باللحم، وكي ما عندناش اللحم نديروها بشويه دجاج وخلاص. هي فيها انا ندير الزبيده تاعنا، وناخذ حبه بصل نسيوها، حبه بصله هكا، ونديرو شويه حميصه، ندير شويه قرفه، شويه كركم. يا بكري ما كانوش يعرفوا الكركم، دوكا دخلناه قالك فيه فوائد وكامل، رانا نتبعوه. شويه ملح، وفيها هذه الطب هذه الاكله نديرلها شويه كمون، هي الصح، ونحطوها شوف من جهه تتقل لنا، ومن الجهه الاخرى يجي بالباذنجان. ناخذ الباذنجان تاعنا نديروا له شويه ملح، من الجهه الاخرى نديروا الباذنجان تاعنا شويه ملح، نقصوا هكا شوفوا صغير هكا متحف هكا صغير، نحطه في التقله. ومن جهه منا انا نقليو في هذيك هذاك الدجاج تاعنا، وهي الحقيقه اللي عندك ديريه باللحم خير، هي الحقيقه باللحم يجي، وكي ما عندناش اللحم نعوضناه بشويه دجاج، نسيب الدجاج نشوفو معليش، والوقت وقته. دونك انا حتى شقت شوف ولا الدجاج خاص من اللحم. شوف حياتي انا نقليو فيه هاوكا، ولا اللحم غالي انا نعوضناه بشويه دجاج، نديرو الماء سخون نغطيو هذاك الدجاج تاعنا، ونخليو نغلقو الكوكوط تاعنا ونخليوه يطيب، ومن جهه نقليو هذيك الباذنجان تاعنا، وكي يطيب نوريهم بصح التقليد. شوفوا خواتاتي خياتي، ها هو الدربل تاعنا، شوفوا شحيتكم بالصحه، وشريبه معاه خفيفه، وهذا الدربل يحب الخل، غير قطره خل هكذا الطبسي هذا مكان. وش هي طيبة، واشتركوا في قناتي ودعموني وجربوه وردوا لي في الكومنتير وقولوا لي وش رايكم. هيا بسلامه.